يعني كرة القدم في انطلاق كذلك نزول لاعبين. إذن السيد فوزي لقجع إذا في صورة يجمع عبد الكريم لكرة القدم والناخب الوطني في هذه اللحظة الجميلة، لحظة النزول من الطائرة إلى جانب كذلك أبرون سيبرون رئيس وفد المغربي اللي كان في مونديال قطر 2022 عبد الملك أبرون. إذا نتابع هذه اللحظات الجميلة بالنسبة لبعثة المنتخب الوطني المغربي. كذلك أمين حارث في رسالة كانت جميلة جدا وبادرة تحسب لرئيس جمعية المغربية لكرة القدم السيد فوزي رقجع بتوجيه الدعوة لأمين حارث من أجل الالتحاق ببعثة النخبة الوطنية ومعايشة هذه الأجواء المونديالية. واليوم كذلك الدعوة حاضرة بالنسبة لأمين حارث من أجل أن يصل رفقة البعثة لأرض الوطن. نعم أمين حارث كان مع الوفد وكان في قطر وتابعنا منذ أن تعرض للإصابة التي لم يرد حكيمي يعني لم يرد بخلال من طرف الجامعة الملكية المغربية. سمح لي أسمح نفسي اللحظة وأثيرة هي ديال حضور الأمهات صحبة لاعبي منتخب وطني، وهذا كيأكد على مدى الترابط تلك اللحمة لحقيقة متوالي جعلنا دائما العودة وليد إلى رضا كوتا كوت، لأن بدون رضا الوالدين لا يمكن أن يتحقق أي أي شيء. هذه طبيعة عندنا، لأن ضروري خاص يكون عندك كما تقول عندك طابع ديال الوالدين. هذاك الطابع موسى الحبشي، موسى الحبشي في الصورة كان واحد من جنود الخفاء وقت منتخب الوطن المغربي، الرجل الذي كان يعني مفكك ان صح التعبير، دكتور الهتيفي منتخبات واجهنا عبر ودا سان غون جورناليست جوبلي مقروف احمد مقروف. هؤلاء النجوم بوفال المغربي الذين شرفوا امزين الكره المغربيه، شرفوا غريب امزين تبارك الله عليك خويا، اسم المغرب خفاقا في حريت قطر 2022 كلهم اسم طاقم اداري طاقم حكيمي والوالده ديالو يلا حطوا لك كل من ساهم من قريب وبعيد في تقديم هذه الصوره التي تليق بهذا الوطن المشرق المملكه المغربيه. وفخامه الاسم تفي رسال عن هذا النجم، فخامه الاسم تفي المملكه المغربيه. الحمد لله اننا عشنا هذه اللحظات صبر الحقيقه يقشعر من الجسد من خلال هذا الامتحان وهاد التشجيعات اللي كنسمعوا صراخ ديال المواطنين الى ما كانوش المرافق قطر دوحة لمؤازرة المنتخب سايس، فهم جاو هنا باش يعلنوا ويحيي شديرة ايطاليانو برونتو باسمي، لان في هذه الحقيقة هذه لحظات عطي الله لن ينساها اخ نوس داري. هنا يتجسد حب الوطن اقرد بدر بانون املاح التي نستشعر من خلال هذا التواجد وهذا الحب وهذا الوئام رضا تكناوتي مكونات الشعب المغربي لاعبين وجمهور. وهذا ما يؤكد على ان الحمد لله الحاله الصحيه ديال الرياضه في بلادنا مزازي من حسن الى حسن يحيى جبران خريبكي وبونو ديما وداد واحد من افضل الحراس في هذه النسخه اشرف داري بن الخلف بنون ديما راجا نصيري بدون استثناء كذلك يوسف نصيري نايف اغراد تبعنا الصبيري تبعنا اناحي تبعنا كل الاسماء الان في هذه اللحظه الجميله وهذا الاستقبال الذي يليق بمقام الاسود وفي ظل ما حققه الاسود. هكذا هو الوطن هكذا دائما المغرب، يعني حينما يتعلق الامر بتشريف الرايه المغربيه ف كيكون الجزاء كيكون العفاف كيكون التكريم واجمل تكريم بالنسبه لهذا الاسود كما تابعنا من خلال هذا الاستقبال الذي سيكون استقبال شعبي وجماهيري، استقبال في مستوى المسار المتالق الذي حققه المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات